يبدأ البر الحقيقي، تنفق نيابة عنهم، ترسل أحد يحج عنهم، توزع مصاحف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يورث مصحفا، تكفى اليتيم. مهما كان الوالد الحبيب أو الوالدة الغالية عظماء بنظرك وأحباء وأحباء الله سبحانه وتعالى، فهم يحتاجوا إلى أعمال الخير وإلى دعائك، لأن خير خلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم ندعو له، فما بالك بوالديك. ولك عند الدعاء، ولك عند الصدقة، وعند بر الوالدين لك شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها تاريخ انتهاء، تاريخ صلاحية. صالح ولد يدعو له، طيب ولد يدعو له، نفهم ان ولد صالح يدعو له، نفهم من هذه ان العمل ما ينقطع، ولكن المفهوم الآخر من هذه أنك أنت إذا تصدقت عن والدك أو دعيت له أو عن والدتك، فأنت لك شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنك صالح. شوف هذا الشرف العظيم. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. اللهم سلم سلم. والله صرنا نذهب إلى الجنازة تلو الجنازة، مقبرة تلو مقبرة، وكأننا يعني ذاهبين لمطعم ولا لكافي شاب. يعني وين الرهبة؟ وين الرهبة؟ وين إن الواحد يتخيل إن أنا بهذا الصندوق بعد عمر طويل إن شاء الله مليء بالصالحات. لذلك تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. أيا ناظرا إلى قبري هل عجبت من أمري؟ بالأمس كنت مثلك وغدا تصبح مثلي. اللهم لك الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا من قلت وقولك الحق ادعني أستجب لكم. اللهم ندعوك ونسألك يا خير من تسأل باسمك الأعظم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجمعنا وإياه وأحبابه بالفردوس الأعلى من غير سابق عداوة. اللهم اغفر له وثبت، اللهم اغفر له وثبت، اللهم اغفر له وثبت، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم. اللهم يا حنان يا منان، عامل بما أنت أهل له، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم وسع له في قبره. اللهم يا نور السماوات والأرض، نقي من الخطايا والذنوب كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم اجمعنا وإياه وأحبابنا بالفردوس الأعلى من غير سابق عداء. آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد.